مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. أخبار اليوم: المخزن يعود لسياسته ضد الجزائر والجيش يتوعد، وكيف ربطت هذه الخرجة بموقف الجزائر المحايد من روسيا وضد فرنسا؟ بداية، يبدو أن موقف الجزائر المحايد من الأزمة الروسية الأوكرانية لا يعجب فرنسا وكل الدول الأوروبية، والعجيب أن المغرب دخل الخط والمخزن يحاول الاستفزاز. فالنظام المغربي يوصف النظام الفرنسي الحسابات به، أين ذكرت تقارير إعلامية أن فرنسا منزعجة جدا من الجزائر بسبب رفضها للخضوع إلى الضغوطات، وترفض الجزائر أي ضغوطات للإضرار بروسيا وتفضل الوقوف على مسافة الحياد، وفرنسا منزعجة لأنها تريد أن تضغط لتتخذ الجزائر موقف معادي لروسيا. ومع فشلهم في هذه المهمة وفشلهم في إغراء الجزائر لتكون بديل لروسيا في مجال الغاز والبترول بشكل عشوائي، سارعت فرنسا لاستخدام المغرب لاستفزاز الجزائر مرة أخرى. ويبدو أن النظام المغربي لن يتوب من سياساته، حيث تستعمله فرنسا لتستفز الجزائر، أين كشفت مصادر إعلامية أنه تجري القوات الفرنسية مناورات عسكرية مشتركة مع نظيرتها المغربية من منطقة الرشيدية قرب الحدود مع الجزائر. ويستمر المغرب في هذه الخرجات، آخرها بمحاولة جلب الكيان للحدود وحتى منحهم قاعدة عسكرية هناك، والآن يجلبون الفرنسيين، لكن الجيش الوطني حذر المخزن من اللعب بالنار ومن التحالفات والتحركات المشبوهة. كما أن خرجة الملك تزيد من تأزم العلاقات، وطبعا الجزائر رغم الضغوط مستمرة في موقف الحياد من الأزمة الروسية الأوكرانية. هذا ومن جهة أخرى، هذا وكانت صحف عربية تحدثت مؤخرا عن محاولة للملك المغربي من أجل الصلح مع الجزائر وبحثه عن وساطة لحل الأزمات، لكن الأمور أعقد من أن تحل بمجرد وساطة، لأن الجزائر كما هو ظاهر غير راضية على العديد من سياسات الملك المغربي، وترى أنه من الضروري أن يتراجع عنها كلها ويصلح كل سياساته ويتوقف عن استفزاز الجزائر وافتعال المشاكل وتحالفاته قبل أي محاولة للحوار أو الصلح. وهذا وفق ما ذكره مسؤول جزائري كثار، الذين أكدوا كلهم أنه من الصعب أن تعود العلاقات كما كانت إذا استمر الملك المغربي على نفس النهج. العديد من الصحف العربية عن طلب للملك المغربي من بعض الدول للتواصل له مع الجزائر من أجل حل الخلاف وتراجع الجزائر عن عقوبتها على المغرب، سواء بخصوص قطع الغاز أو غلق المجال الجوي وغيرها، والآن يلجأ لوساطة السعودية، لكن كل هذا فضل استمرارها في التطبيع بشكل عادي. أين كشفت ذات المصادر أن الملك المغربي محمد السادس لجأ لوساطة السعودية لدى الجزائر، حيث يعتزم أن تستطيع السعودية إقناع الجزائر بالوساطة بناء على مصادر دبلوماسية تضيف المصادر. وحسبها فإن مبادرة الوساطة تجري في سرية، وهي مستمرة وفي طريقها الصحيح لمحاولة إقناع الجزائر ولو مبدئيا قبل من إنعقاد القمة العربية في الجزائر. لكن المختصون أكدوا أن المبادرة لم تصمد إلى غاية الصلح التام ما دام النظام المغربي لم يغير سياسته بشكل جذري، لأن الجزائر من الصعب جدا أن تتراجع عن عقوبتها في ظل استفزازات النظام المغربي، خاصة وأن الجزائر أكدت في أكثر من مرة أنها لن تتراجع ولن تقبل أي وساطة، لأن النظام المغربي أثبت عمالته وتمد كثيرا وأضاع كل الفرص. أخبار اليوم: الإمارات تصدم الملك المغربي وتفاجئ الجزائر، فماذا حدث بالتفصيل ومصير الملك المغربي المعزول؟ بداية، ومع توتر العلاقات بين المغرب والإمارات في ظل التباعد الواضح من الإمارات عن المغرب، بعد كانت العلاقات قوية بينهما خاصة مع اشتراكهما في التطبيع مع الكيان إلى درجة قربهما من إنشاء تحالف، لتغير الإمارات فجأة بوصلتها بعيدا عن المغرب وليصبح الملك المغربي معزولا ويفقد الجميع. الملك المغربي تحت صدمة، إذ كانت صحف عربية مؤخرا تحدثت عن طلب من الملك لبن زايد ليزور المغرب، والأخير كان قريبا من الزيارة، لكن وحسب ذات المصادر فإن بن زايد لن يزور المغرب وألغيت الزيارة واستبدلها بزيارة تركيا، وكانت مفاجأة مدوية. ثم الآن مع رغبة بن زايد في زيارة الجزائر، خاصة مع الاتجاه الجديد للإمارات وتوجهها مباشرة لمحاولة ترميم العلاقات مع الجزائر وتركيا، وبهذا الملك المغربي في موقف محرج في انتظار ما سيحدث ومسار الملك مع خسارته لكل شيء بعد وضعه للتطبيع أولوية قبل كل شيء. هذا ومن جهة أخرى، وكما ذكر محلل سياسي وصحف عربية عن وجود خلاف وتباعد إماراتي مغربي بالتزامن مع بدء الإمارات في محاولة ترميم بعض الخلافات التي نشبت بينها وبين عدة دول لإعادة تموقع وعدم خسارة الكل، وأول من تتقرب لهم الآن هم الجزائر وتركيا على حساب النظام المغربي التي انقطعت الاتصالات التي كانت منتظرة بينهما بعد التطبيع، فقبل أيام كانت مجرد تكهنات، لكن الآن أصبح أمرا واقعا، حيث أكدت صحف عربية اليوم أن الإمارات ورغم أنها مطبعة مثل المغرب تماما
إلا أنها لا ترى أي فائدة من التقارب مع النظام المغربي، ما دامت الإمارات تحاول التقرب من دول لها أهمية وثقل، خاصة وأن النظام المغربي انهارت سمعته دوليا بسبب سياسات الملك محمد السادس الطائشة والمعادية لدول الجوار وكل من يقف ضد الكيان. وبما أن الإمارات تحاول طي الخلافات وتحسين صورتها إلى درجة كون الإمارة بعثت علاقتها مجددا مع أكثر دولتين وقفتا ضد سياستها وهما الجزائر وتركيا، والعلاقات تعمل على بعدها على كل أصعدة خاصة تجاريا باستثمار استخدام وتصحيح لمواقفها، بالرغم من أنها مستمرة في التطبيع وهي من الأوائل، لكن يبدو أنها تنقص العداء لكل دول إلا أن تراجعها عن العداء للواقفين ضد التطبيع على الأقل في العلن وعدم استفزاز المتصدين للتطبيع يجعل حدة السخط عليها تنقص نوعا ما. والجزائر أكدت موقفها المحايد وعدم الغدر بحلفائها، لكن ليطل النظام المغربي ليحاول استغلال الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أوضح موقع عربي بوست أن المسؤولين المغاربة يحاولون نقل الصراع الروسي الأمريكي إلى شمال إفريقيا وخاصة إلى الجزائر، حيث حرص المسؤولون المغاربة خلال زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي للمغرب على الإشادة بالاعتراف السابق للإدارة الأمريكية بمغربية الصحراء، ليصدموا بعدها مباشرة من تصريحاتها التي قالتها وجها لوجه، مشيدة فيها بالجزائر ووصفت الصحراء بالغربية وأن الإدارة الأمريكية متبرئة من صفقة ترامب سابقا حسب مضمون تصريحاتها الأخيرة والتي اعتبرت الجزائر الأهم في المنطقة. فقد سجل وجود تحول أمريكي في الوفاء بالالتزامات الأمريكية، وهو الأمر الذي يدفع بالمخزن لقلب الموازين وجعل ملكهم في ورطة وصدمة كبيرتين، أين لم يستفيد من التطبيع شيئا والصفقة اتضح أنها مجرد وهم، لهذا حول المخزن تصدير الأزمة إلى الحدود الجزائرية عبر ملف الصحراء الغربية. كما كشف عربي بوست أن المغرب طلب من الولايات المتحدة الأمريكية دعما واضحا في قضية الصحراء الغربية مقابل دعم الرباط لموقف الغرب من أزمة روسيا وأوكرانيا، لكن صدموا أن الأمريكان يرفضون المساومة ولا السير على خطى ترامب. وذكر الموقع نقلا عن مصادره الخاصة أن ملف الأزمة الروسية والأوكرانية كان من أهم القضايا التي طرحت خلال زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي للمغرب، وتضع التطبيع وخدمة الكيان أولى ويضع المغرب حاليا التطبيع وخدمة الكيان أولوية حتى لو خسر المغرب الجميع. وبهذا تجاوز الملك المغربي في الخضوع للكيان حتى دولة الإمارات، الإمارات التي كانت في صدارة ومقدمة المطبعين. مؤخرا شاهدنا محاولة منها لسرق علاقتها مع عدة دول، كانت هناك خلافات نشيبة بينهما وبدرت في سرق علاقتها مع تركيا والجزائر، كما كان بن زايد التقى أردوغان مؤخرا إذ أن الإمارات مستمرة في التطبيع، لكن من جهة أخرى تحاول أن ترمم بعض الخلافات وتنقص من حدتها. كذلك نفس الأمر مع الجزائر، تحاول الإمارات ترميم الخلافات والغضب الجزائري عليها هي وكل مهرولين للتطبيع، والذين كان الرئيس بون هجم كل المطبعين مستغربا خضوعهم للكيان والانقلاب على قضية الأمة، مشيرا إلى أن الجزائر لن تهرول أبدا للتطبيع ولن تخضع ولن تقبل بأي مثل الفلسطينيين، وستظل تدافع عنهم في وجه الكيان ومن يطبع ويخدم ضد القضية، مع العلم أن هناك توتر معتبر